بالمبلغ الإجمالي. إحياء ذكرى يوم شهيد بهذه المناسبة، نترحم على شهدائنا الأبرار بفضل الله وبفضلهم وبفضل المجاهدين المخلصين نالت الجزائر استقلالها، وبفضلهم عبدت طريق الحرية والاستقلال. وبهذه المناسبة تم وضع حيز الخدمة لعدد من العمليات لإيصال الغاز لخمس بلديات، وهذه الخمس بلديات مست 1600 عائلة. هذه العائلة تقع في مناطق نائية، في مناطق فلاحية. الحمد لله يا رب، اليوم كنا في معاناة من الغاز وكذا، وإن شاء الله تزيدنا إضافات أخرى إن شاء الله.